طمن عليك، وش اخبارك؟ مشتاق. يا بعد قلبي يا مهاوش، هذه اول مره تقول لي فيها كلام حلو. كلام حلو؟ اي قلت مشتاق. مشتاق الخلف. مشتاق الخلف؟ الله ياخذك انت وخلف. ما هو الحق عليك، الحق علي انا اللي بقيت هان لجلك. يما ايش بلاها؟ انا نقصها ما في قلب دمها. تدري يا بهند اني تركت عمي طرود وجيت اعيش معاكم لجل اتزوج واكون بعزز بكرب. ويكاد ابوي ما يقصر معك ويسويك من وجوه القبيله بعد. اي بالله عبي رباح بابو بنا. عارف يا فليحه، لو بقينا مع الطواريد وما نشقينا عن الربع كان احسن. كيف احسن؟ كيف وقتها كنا ندخن ما حد يقلنا شيء. ول تترك اهلك لجل الدخان يا بهند؟ الدخان والدراسه بعد، كمان ما حد كان لاحقني ليل نهار عشان دراستي. السلام عليكم. هلا هلا بيك يا خلف. اي خلف اقول افلحانة، هذه تريح هذه بيدك تفشل شو اسمه خلف. لا ما تريح. ما تريح. زين عطنا سجارة انت. ها من متى تدخن يا خلف؟ من الحين. ايش دخل عمرك؟ عطنا سجارة. ابشر باكيت الفلتر على حسابك. اقول يا اخوي مهاوش، والله هداك تروح تشوف خويك خلف. إيه مكثور الخير يا بخيتان، ادعي لي ان شاء الله القى خلف ويكون بخير ان شاء الله. السلام عليكم. مع السلامه. الله معك، الله وياك، دربه خضره بعون الله. يبا ترى انا احس بالذنب، لو ما قبلت بسالفته السبق ما كان صار اللي صار. ما أحد كان يحسب أن هذا السبق يودينا للي صار. هذه المشكلة كشفت الكثير. يبا حنا من طول عمرنا ديرة واحدة وقلوبنا على بعضها، ما يجوز نتناحر هيك ونشمت الناس بينا. صدقت يا بنتي، لكن لو أنهم كبروا رأسهم ورفضوا الصلح وش نسوي؟ يبا العناد ما يطرد العناد، والعتمة ما تطرد العتمة، النور هو اللي يطرد العتمة، والحقد ما يشيله من الصدور إلا السلم. صدقتي يا بنيتي،